أشاد نائب وزير الخارجية خالد سليمان الجار الله أمس بالأجواء الإيجابية التي سادت اجتماعات مجلس جامعات الدول العربية على المستوى الوزاري بما يعبر عن التوافق والتضامن العربي. جاء ذلك في تصريح أدلى به الجار الله الذي يترأس وفد دولة الكويت على هامش اجتماعات الدورة 145 لوزراء الخارجية العرب. تواصلت اجتماعات وزراء الخارجيات العرب في دورتهم 45 بعد 100 بمشاركة وفد دولة الكويت برئاسة نائب وزير الخارجية خالد سليمان الجار الله نيابة عن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الصباح، وبحضور مساعد وزير الخارجية لإدارة شؤون الوطن العربي السفير عزيز الديحاني. تمت مناقشة العديد من الملفات العربية في مقدمتها القضية الفلسطينية والأزمة السورية والأوضاع في اليمن. أصحاب المعالي في اجتماعهم الوزاري بحثوا الوضع في سوريا وبحثوا الوضع في العراق، التدخل التواجد أو التغلغل التركي في الأراضي العراقية، وبحثوا أيضا الوضع في لبنان، وبحثوا الوضع فيما يتعلق بالتدخلات الإيرانية، وأيضا بحثوا الوضع المتعلق في مكاتب جامعة الدول العربية في الخارج. 25 بندا كانت على جدول أعمال وزراء الخارجيات العرب، تضمنت القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية الملحة، خاصة ما يتعلق بالأمن القومي العربي واستلام الأمين العام الجديد أحمد أبو الغيط مهام منصبه في شهر يوليو القادم، إضافة إلى بحث الترتيبات النهائية لعقد القمة العربية القادمة في موريتانيا. بحث موضوع القمة العربية القادمة، ورئيس وفد موريتانيا عرض على المجلس الوزاري تطورات هذا الموضوع و المواعيد المقترحة لهذا الموضوع والاجتماعات المتعلقة بالمندوبين وبالاجتماعات الوزراء التحضيرية وكل التفاصيل المتعلقة في القمة طرحها مع معالي رئيس وفد جمهورية الموريتانية. وعلى هامش الاجتماع عقدت اللجنة الوزارية الرباعية المعنية بمتابعة الأزمة مع إيران اجتماعها، وطلبت إيران بالكف عن التصريحات العدائية للمسؤولين الإيرانيين تجاه الدول العربية. أمور السوية تتطلب أن تكون هناك علاقات عدم تدخل في شأن العربي من دول الجوار وعلى رأس إيران، لكن الواقع طبعا يتضارب مع هذا الجانب، ونرى هذه التدخلات تخلق حساسيات بين أولا بين إيران وبين يعني جيرانها العرب، وتخلق أيضا حساسيات لأن هذه التدخلات أيضا تسعى إلى يعني التدخل في التنوع اللي يمثل أو يشكل العالم العربي. اجتماعات وزراء الخارجيات العرب على مدار يومين إنما يعبر عن حرص المسؤولين العرب على معالجة كافة القضايا العربية بكل شفافية وصراحة، ووضع الترتيبات النهائية لعقد قمة عربية ناجحة تحقق أهداف الوطن العربي. كريم فتحي، تلفزيون دولة الكويت، القاهرة.